كتاب الله ترتيلا وتجويدا مثل البلابل في رياض الخلد تغريدا حرف تفخمه وشدد هذا الحرف تشديدا مدرسة القرآن أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان فآيه جميعها تدعو إلى الإيمان تعطي فؤادي صحة وقوة في أحفظ قرآني عسى يحفظني قرآني وأرتقي في همتي ويرتقي بياني هيا جميعا بادروا لجنة الرضوان فأيكم لا يرتجي مأدبة الرحمن إن شيوخي أسسوا لشامخ البنيان وأصلوا ومهدوا لرفعة الإنسان مدرسة القرآن جوهرة الأسمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان يا ربي يا رحماني يا ربي يا مناني وفق وجازي من سعى لخدمة القرآن يا ربي يا رحمن يا ربي يا منان وفق وجازي من سعى لخدمة القرآن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، إن هذا القرآن هو حبل الله الممدود وعهده المعهود وظله العميم وصراطه المستقيم وحجته الكبرى ومحجته الوسطى، وهو الواضح سبيله الراشد دليله، الذي من استضاء بمصابيحه أبصر ونجا، ومن أعرض عنه ضل وهوى. فضائل القرآن لا تستقصى في ألف قرن، حجة الله وعهده ووعيده ووعده، بشير الثواب ونذير العقاب، وشفاء الصدور وجلاء الأمور. من حق القرآن حفظ ترتيبه وحسن ترتيله. فيا أمة القرآن، إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزعة الشيطان. اقرأ كتاب الله وافهم حكمه، تدرك عطاء الله في إحساني. اقرأ كما أمر الرسول تعلما، وانبذ طريق السهو والنسيان. فهذا بفضل الله ومنه وبركته حفل تكريم طلاب دار بلال بن رباح لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أيها الحفل المبارك، إن حامل القرآن هو حامل لواء الإسلام، فهو لا ينبغي أن يخوض فيما يخوض فيه الناس. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أيها الحفل الكريم، إن خير ما يبدأ به هو كتاب الله المبين، وهو فاتحة كل خير. ومع الطالب سلمان عز الدين فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جزاك الله خيرا. ومع نموذج آخر والطالب عمر محمد فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. صدق الله العظيم. ومع طفل من براعم الدار عبد الله عمرو فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك علهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. وما أجمل أن نسمع كلاما من أوتي جوامع الكلم. ومع الفقرة الثانية والحديث الشريف والطالب عبد الرحمن محمد فليتفضل. عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شك له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومع أجمل ما قيل في القرآن من الشعر والإنشاد ومع الطالب حسن محمد فليتفضل. ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يمحو أثم الليل المظلم يروي غبارور يجعلنا من أهل الله يطيب به المجرور هو نبراس حياة القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يا رب فكاف من أنشى للتحفيد تروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من فالقرآن نجا نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا اليوم نكرم من حفظوا حفلا ثم نروح لكن ما الكل لدرجات في الجنة غايتنا الرحمن نتطلع لرضا نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا. والآن مع الإلقاء والطالب عمر محمد فليتفضل. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم ثبتوا الأركان بدءا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لتكمل البنيان من كل نصب كل قلب خافق يستعذب الترتيل والإتقان. ونستمع الآن إلى الإنشاد الديني مع فضيلة الشيخ حمدي فليتفضل. صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل ولا ترين الناس إلا تجملا نبى بك دهر أو جفا خليل وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول ولا خير في ود امرئ متلون ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مات
مالت مال حيث تميل ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. ومع آيات من الذكر الحكيم وفضيلة الشيخ الشيخ أحمد محمود فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الآن توزيع شهادات التقدير للحاصلين على الدرجات. الطالب حسن محمد بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 99%. تفضل. قرآننا سقيا قلوب أجدبا إذ غطها الذنب بكل شقائي فكتاب ربي مؤنس لنفوسنا. طالب يوسف محمد محمود بتقديم ممتاز مع مرتبة الشرف 99%. الكتاب الله ترتيلا وتجويدا بسم البلابل في رياض الخلد تغريدا حرف تفخمه وشد. طالب عمر محمد حسين تقديم ممتاز 95%. وغدا تردده وغدا تردده بيصر قول ترديدا رد الكتاب الله. علي حسن علي بتقدير ممتاز 95%.
بحورنا على مر الزمان تملقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات والأحكام نورنا على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به طالب عبد الله عمرو مصطفى تقدير جيد جدا 85% لا يضيع ما خلقه طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالتألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصة للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا فتمسكي بالقرآن الكتاب شتاتنا حتى نزيلتنا حرا وتفرقا وان تجعله محكما الطالبة أسلام حسن علي بوعد الله أن يتحقق يا أمتي القرآن نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا أغرق نورنا على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصة للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لن
لست بحافظ حتى تكون لي محافظ مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك بالفؤاد تمسكا تفخمه وشدد هذا الحرف تشديدا اليوم تعتعت وغدا تردده وغدا تردده بيصر القول ترديدا رد الكتاب حفلة النهاردة ان يعني كلنا ان شاء الله بإذن الله نداوم على حفظ القرآن الكريم مش عاوزين كمان حفظ القرآن بس احنا عاوزين ان احنا يعني كلنا نكون في تعاون مع بعضينا ويكون الاولاد كلها يكون في حب بينهم ما ينفعش ان احنا نقول او نكره بعض او ما نحبش بعض او الكلام ده ما ينفعش تمام واهم شيء المداومه في وجود الاولاد في الدار حتى في ايام الدراسه احنا يعني عاوزين حتى في ايام الدراسه اللي مش هيقدر يجي كل يوم في مواعيد الدار ممكن يجي ولو 3 ايام في الاسبوع على حسب التيسير لكن ان احنا نجيب خالص نسيب الدار ما نجيش الدار لا الكلام ده طبعا ايه اكيد هتنسى القران ومش لمصلحتك هتلاقي نفسك نسيت القران بسرعه خلاص ماشي يا اولاد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله نخص بالشكر لفضيلة الشيخ الحاج فتحي أمين بارك الله فيه صاحب هذا المكان والمتكفل بكل ما فيه كما نخص بالشكر فضيلة الشيخ محمد الجمل بارك الله فيهم في مشاورتهم وفي جهدهم العالي كما نخص بالشكر فضيلة الشيخ أحمد محمود المحفظ في دار ابن رباح بارك الله فيه وفي جهده العالي نخص كل من عمل في هذا المكان وساهم فيه وكل من حضر وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبي من هؤلاء وماذا يصنعون هؤلاء أطفال في مثل سنك يحاولون حفظ كتاب الله ما رأيك يا أبي أريد أن أنضم إليهم غدا إن شاء الله ولماذا الانتظار إلى الغد فلنذهب الآن مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان فآيه جميعها تدعو إلى الإيمان تعطي فؤادي صحة وقوة في أحفظ قرآني عسى يحفظني قرآني وأرتقي في همتي ويرتقي بياني هيا جميعا بادروا لجنة الرضوان
فأيكم لا يرتجي مأدبة الرحمن. إن شيوخي أسسوا بشامخ البنيان وأصلوا ومهدوا لرفعة الإنسان. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان، مدرسة القرآن جوهرة الأزمان. أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان، أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. مدرستي منقذتي من سبل الشيطان، تجمعني بصفوة من خيرة الخلان. مدرستي منقذتي من سبل الشيطان، تجمعني بصفوة من خيرة الخلان. ولا أرى مدرسة لمثلها تداني، وإنني لأرتجي في السر والإعلان، في السر والإعلان. نجاحها وفوزها والسبق في الميدان، نجاحها وفوزها والسبق في الميدان. يا رب يا رحماني، يا رب يا مناني، وفق وجازي من سعى لخدمة القرآن. يا رب يا رحمن، يا رب يا منان، وفق وجازي من سعى لخدمة القرآن. الكتاب الله ترتيلا وتجويدا، بسم البلابل في رياض الخلد تغريدا، حرف تفخمه وشدد هذا الحرف تشديدا. الكتاب الله.